ويعني يا بخت، وبرضه يعني يا بخت. طوبى لمن قابلته واخترته عشان يسكن في ديارك الى الابد. يعني يا بخت اللي ربنا بيختار. يمكن الفكر مختلف خالص عن فكرنا كبشر، احنا اللي بيفتقد وسطنا بنزعل. بنزعل بفلان، وده احساس طبيعي للانسان الطبيعي. لكن ربنا عنده فكر تاني مختلف، بيقول لنا كده يا بخت اللي انا بختاره، اصل انا بريحه من اتعامل على الارض. اصل الارض كلها تعب، الارض مهما كانت بنحس ببعض الاحيان براحه، او في بعض الاحيان في ربنا بنحس بسعاده، بس كلها حاجات زمنيه قليله. عشان كده يا بخت اللي ربنا بيختاره، يختاره ويقبلني. يقبلني بحاجه جميله قوي، ربنا قال هذا الانسان هو خلقه وبيحبه، عشان كده هو عايزه عنده، خلقه اساسا عشان يعيش معاه في الاخر. بيمر فتره من الفترات في حياته على الارض، فتره بنعتبرها فتره اختبار، فتره بيمر بيحس بالناس اللي حواليه،